نعم، انا مش هدفع الاشتراك بتاع الدوره الرمضانيه دي غير لما اضمن ان كل حاجه هتبقى مظبوطه. السنه اللي فاتت كانت بايظه خالص. برافو كابتن عادل، صح فعلا الدوره الرمضانيه اللي فاتت كان فيها اخطاء فاحشه في التنظيم ولازم نتحاشاها. صح يا جماعه، احنا لازم نتحاشى الموضوع ده وننظمهم يعني يا كابتن، بحيث يعني يكون الفريق القصير قدام والفريق الطول ورا. برافو برافو برافو. بص بقى كابتن ميداليات، يا ريت يعني تحطنا المره دي بقى في مجموعه سهله تبقى المجموعه الثانيه. ها مجموعه ثانيه؟ يا نهار اسوح، ده فيهم الفريق بتاع ضباع الطليقه، ودول ضباع دول يقطعونا يا عم. يا عم لا، ده فيها الواد حماده وحوي، ده عليه دوبر كيك يا دول، ملوش حل يا جدعان. اسمه دوبر كيك؟ خليك رياضي، اسمه دوبر كيك كيك كيك. طب ايه رايكم في المجموعه الرابعه؟ ايه ده؟ إيه؟ المجموعه الرابعه؟ لا يا عم، ده فيهم الفريق بتاع دواجن فيصل، ودول ناس راقدين على الكوره من اول ما بيلعبوا، ما حدش بيعرف ياخد منهم حاجه. فيهم الواد زكي فرخه ابن اللذينة، ما بتعرفش تلحقه، تروح له كده يجي لك كده، تروح له. ايوه ايوه دول، فاكر انا دول؟ ده شغل عيش ده. طيب انت حيرتني معاك يعني فاضل. طب بصوا المجموعه الخامسه. ها المجموعة الخامسة، فيها فريق بتاع عفاريت الأوللي. ايوه بس يعني مش اشكال، عفاريت الأوللي ما دام عفاريت نقدر نعزم لهم يعني. صح، او نحط لهم حجاب في بلف الكورة. يا غبي انت، اي غباوة جاي فيها وخلاص؟ البلف قد كده، حط بقى حجاب قد كده، بطل بقى شعوذة والامور دي. احنا نبخر لهم الكورة. المهم هتظبطنا بقى يا كابتن، في حاجة بس عايزك فيها. تعالى تعالى تحت امرك يا كابتن. عارف كابتن ميداليات، تعالى بقول لك ايه، يعني التحكيم السنه اللي فاتت ما حسب لناش اربع بلنتيات في دقيقتين. اربع بلنتيات؟ طب والمطلوب يا كابتن؟ المطلوب بقى عايزين حكم اجنبي من بره الجيزه خالص. احسن شباب، احسن شباب. ايوه ايوه، عاش عاش. انا تعبت قوي النهارده يا كابتن. تعبت ايه يا عم؟ انت بقالك 3 دقايق بس تقول لي تعبت، استحملوا يا اخوانا، لازم نرفع راس فريق الموميا لفوق. طب وانت ليه ما بتتمرنش معانا يعني؟ يا ابني انا الكابتن، يا ابني انا الكابتن، هتمرن معاكوا ازاي؟ انت غبي؟ يلا انا اللي بدربكوا احسن. يا كابتن انا حاسس ان فرحتي يا كابتن، حاسس انها غس. لا لا ما تقلقش، انت ما تقلقش على نفسك من الخسسان خالص. عموما 5 دقايق راحت، كفايه كده قوي يا اخوانا، كفايه كفايه، احنا في تقدم كبير. 5 دقايق بحالهم يا المعسكر اللي انا عملته لكم، بقالي يوم هنا اهو قافلين على نفسنا في البازار، جاب نتيجه هايله. ها المهم يا جماعه، مش مهم اللياقه خالص، مش مهم اللياقه خالص، الاهم من اللياقه ايه بقى؟ حد يقول لي ايه؟ ايه الخطه؟ بصوا هي دي الخطة اللي احنا هنلعب بيها مع فريق مخللات امبابة. فريق مخللات امبابة فريق حراق، لازم نبقى مركزين له، لازم تركزوا معايا يا اخوانا. عايزين نلعب بطريقة بقى جديدة خالص. الطريقة بتاعتنا دي هتبقى مختلفة، ولا ايه رأيكم؟ بس الخطة اللي بتيجي في التلفزيون يا كابتن بيبقى فيها لعيبة كتير وبشرية يا ريس. بشرية يا ريس؟ ده بيبقى الجمهور يا اهبل. احنا الدورة الرمضانية بيبقوا 4 تنفار رسمهم، ودول 4 تنفار اللي هما بتوع فريق مخللات امبابة. الخطة بتاعتنا هتبقى بطريقة 4-2-4. 4 هيبقوا في الباكات. ومين الأربعة بتوع الباكات؟ احنا الأربعة يا غبي يا غبي، واثنين هيبقوا خط الوسط. مين بقى الاثنين خط الوسط؟ انت والواد رمزي عشان هتنفعوا في الوسط، ماشي. وفي 4 تانيين بقى تقريبا هيبقوا، اللهم صل على النبي، هيبقوا ايه قدام بقى في الهجوم. واحد هيبقى وينج رايت، واحد وينج ليفت، وواحد وينج جزر. وينج جزر؟ ايوه يا ابني، مش بيلعب مخللات، يبقى لازم في ليفت وفي جزر، دي معروفه قوي يعني. انا بجيب خطط مظبوطه يعني. كابتن دول، امال ايه؟ خلاص يا جماعه عرفتوا الخطه؟ الخطه بقى هنلعب بيها ونهدف. واهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه روح الجماعه، سيبكم من الخطه، المهم روح الجماعه. اللي يجيله الكوره يبعتها لي واقوم انا ساكعها في الجون على طول. صح دول. طب افرض بقى هم هجموا علينا، افرض يعني؟ لو هجموا علينا ولا يهمنا، نعمل لهم مصيده التسلل. عارفين ايه هي مصيده التسلل؟ لا لا يا دول، اهي ادي المصيده. مش بنرين اما بنحط المصيده للفار ونحط له فيها حته جبنه يجي هو يطمع؟ ما احنا بنطمع الفار يجي متسلل بالليل، يخش عشان ياخد الجبنه. ايه
قافله في وشه المصيده ده. احنا هنعمل كده، هنيجي للفريق اللي قصادنا ونطمعهم فينا. يلا ازاي دول يعني؟ يعني ايه ان نحسسهم ان احنا مش لعيبه ومش فارقه معانا؟ يعني عارف يعني ما نحسسهمش ان احنا عندنا ماتش اصلا يعني. طب هنلغي بعد في الماتش ازاي؟ السؤال ده سؤال تخين فعلا. بص يلا احنا رنات بقى، كل واحد موبايله في شورته. انا مثلا عايز منك الكره هديك رنه، عايز ما تدينيش الكره لحاجه هديك رنتين. اتفقنا؟ طب وانا يا كابتن دولا؟ انا انت ما احنا اتفقنا قبل كده يا رمزي، انت الجون يا ابني، انت الجون يا كابتن. يا عم بقى انا كل شويه اقعد اقف جون، انا عايز بقى انزل كده وسط الملعب واحاور واخد كباري. تاخد كباري هو ده طموحك يا ابني؟ الجون نص الفريق. انت ما بتشوفش الحضري بعد كل ماتش ما بيطلع بقى فوق العارضه ومعاه بطيخه ويقعدوا يقولوا له ارقص يا رمزي؟ ده يعني انا بديك امل لقدام. يلا صح. وبعدين انت عايز ايه من الماتش؟ انت خليك فوق العارضه من اول الماتش ومعاك البطيخه وعايش مع نفسك، واي حد يجي البذر بتاع البطيخه على طول ورمي في وشه كده. خلاص يا رجاله، اهم حاجه اللياقه، ولازم يبقى عندنا صحه، ولازم نبقى مركزين في الملعب. مفيش شاي، مفيش قهوه، مفيش اكل. ايه مفيش اكل؟ ايوه مفيش اكل، عشان تنزلوا تاكلوا بقى اللعيبه اللي قدامكم. ولازم يا جماعه تهتموا بصحتكم جدا. اتفقنا؟ اتفقنا يا كابتن. فريق المومياء يا يعيش يا يعيش يا. اتاخرنا جدا. ايه جهنم اللي ولع دي؟ اتفضل يا كابتن. ايه ده يا نهار اسود؟ ايه بوليس؟ بوليس ايه يا خالد؟ بوليس ايه؟ بوليس مين اللي جه؟ يا نهار ابيض، مين ده؟ ده محسن طريق سناء. لا خبر ابيض. طب ايه القلق بقى ده يا كابتن دولا؟ معلش انا هصرف، انا هصرف. استمروا يا شباب، استمروا. احسن احسن. لا لا انت كده ممكن يجي لك كلام من فوق. دخل جوه على طول. خلي معاك الشرطه. ماشي يا كابتن. مدريات. عن اذنك يا ابو الكباتن. روح له. خير. ايه اللي جاب الجدع ده هنا؟ جدع مين؟ ده الكابتن محسن سيكا، انزه صفار التحكيم في الدورات الرمضانيه كلها. انزه؟ وايه اللي جاب انزه يعني هنا ده؟ بقول لك انزه صفار التحكيم، يعني هو اللي هيحكم الدوره الرمضانيه كلها. الله، مش انت طلبت مني حكم اجنبي بره الجيزه خالص؟ ده من الدويقه. يا نهار اسود، ما ينفعش تغيره؟ للاسف يا كابتن عادل، جيت متاخر، انا خلاص مضيت معاه. يا شويه مدلياق. عن اذنك يا ابو الكباتن. روح. ايه المرمطه اللي انا فيها دي؟ تحت امرك يا كابتن. ايه المكان اللي انت جايبني فيه ده؟ اهاوي وقرف، انا راجل رياضي، اشم ريحه دخان شيشه وسجاير، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، فاتتني دي. تحب تقعد فين يا كابتن؟ تعال نروح اي قهوه تانية. اتفضل. وبعدين يلا يا رمزي، ده محسن ده هو اللي هيحكم. يا خبر ابيض، ده كده هيهرينا انذارات يا كابتن دولا. يا ريت تيجي بس على الانذارات، ده مش بعيد ان يطلع لنا الكارت الاحمر من قبل ما الماتش يبتدي. اه وده باين من طقيته يا دولا. طب بقول لك ايه، ما تراضيه. اراضيه ازاي بس؟ ده ديب غويط محدش يعرف يراضيه. بس مش اشكال، انا هتصرف، كله في سبيل الدوره والكاس الرمضاني. احسن شباب، احسن شباب، عاش عاش عاش. مات مات مات. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا محسن؟ عامل ايه؟ مش وقت بوس خالص. انت لسه برضو زعلان منا يا كابتن محسن؟ لا انا زعلان، انا بس مقلق من المكان. ايه مقلق من ايه؟ يقفلوا يعني ويعملوا حركه نقص معانا؟ لا يعني المكان شيك قوي، وبعدين مكيف ودورين وازاز في ميه وكباشتين ورايح وكباشتين وجاي، وعنطره اتنين ميه معدنيه دلوقتي، و13% خدمه يجي لك على الشيك. كل ده ليه؟ لله والوطن. لا طبعا، يعني انا بس يعني عايز ارجع العلاقات زي ما كانت جميله بيننا انا وانت. طبعا يا محسن، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضل يا محسن. يا سلام، والله وحشني جدا. عايز ترجع العلاقات؟ ها، بالمقالب اللي عملتها فيا، بالمقاص اللي اديتهولي في جوازه اختك، خليتني العب على ارض الخصم والجمهور معاك. الخصم؟
كده يا محسن شايف يعني ان انا خصم. عموما احنا عايزين خلاص بقى ننسى اللي فات ونفكر بقى النهارده. انا جاي لك عشان تلعب ماتش ودي. لا، عايز اضمك لفريقي. نمضي العقد. طلباتك؟ نباصي لبعض، نخدم على بعض في الملعب. بص يا سيدي، ليك عليا هفضي لك الدفاع خالص، وانت حر بقى، انت والجون وانت وشطارتك. هو صد الكوره انا ماليش دعوه يا عم. الجون انا عارف علته، ما بيعرفش يصد ارضي. طب زي ما انا بقى ريحتك يا معلم في الدفاع، لازم تريحني بقى ايه في التحكيم ببولت الايس كريم اللي انت لابسها دي. مبروك عليك الكاس. ازيك يا سناء؟ بقول لك ايه عادي، انا مش ناقصاك ومش فاضيه لك، ورايا تصحيح كراريس، ما تضيعليش وقتي. لا ما هو مفيش حاجه يعني، ان شاء الله مش هضيع لك وقتك. انا بس اصلي يعني قلقان ان انا اتكلم معاك، انت اصلك بتتنرفزي على طول. يعني شايفني ماسكه خرزانه؟ ما تخلص بقى، ما تاخدش اكتر من وقتك معايا. ماشي حاضر. هو كنت عايز يعني اكلمك بخصوص محسن. محسن؟ وايه اللي جاب سيره اللي زي الطين في بتجيب سيرته ليه؟ بتنرفزني وخلاص يا عادل. لا من غير ما نرفزك، اصل انا في بيني وبينه شغل يعني، وانت عارفه طبعا الشغل اللي بيني وبينه ده مخليني ان انا ابقى تحت درسه، وممكن يرقشني في اي وقت، وخصوصا ان ده نابو ازرق. يعني صالحته عشان مصلحتك. يا سناء يا حبيبتي، ما انا مصلحتي هي مصلحتك، احنا مش اخوات ولا ايه؟ طلباتك يا عادل من الاخر. بص يا سناء، هو محسن هيجي بكرة يتغدى معانا، فياريت يعني لو حصل منه كلمة كده ولا كلمة كده فوتي. ها؟ عيني يا عادل. تسلم ايدك يا طنط معادي، أكل 3%. بالهنا والشفا، بس مش أنا اللي عاملاه، سناء اللي عاملاه. أيوة يا ماما، أنا شبعت. أنا أي مريح شوية. بغمزيني بالراحة. قايم قايم. هقوم بقى إيه عشان عندي حاجة أعملها بقى. إيه؟ هتحضر الخطة بتاعت بكرة ولا إيه؟ خطة العمل. ها ركز بالتاكسي اللي أنت لابسه فوق دماغك ده. بكرة. وانا كمان شبعت الحمد لله. طيب استاذن انا بقى. طب مش هتقعد تشرب الشاي احسن تقول علينا بخله؟ لا لا، اعوذ بالله، بخله ايه؟ لو مفيش تعب يعني انا ممكن اقعد اشرب الشاي عادي، مفيش مشكله. تعبي؟ ما انا فاضيه وانا بعمل حاجه، انا قاعده فاضيه. طيب ما دام فاضيه بقى، ما تفكك من موضوع الشاي ده ونقعد نلعب ماتش صغير كده مع بعض. نفسي يا محسن نلعب، بس يعني اللياقه ما بقتش زي زمان. لياقه ايه؟ ده انت زي الفل ولياقتك زي الفل. يلا يا ستي نلعب ماتش. طب نلعب وعادل اخويا يحط الخطه. لا، عادل مشغول بالخطه بتاعت بكره. خطه ايه؟ كل سنه وانت طيبه، بكره الدوره الرمضانيه. وان شاء الله انا اللي هحكم الماتشات بتاعت عادل كلها، بس طبعا الدم ما يبقاش ميه وعيش وملح، اهو هقف جنبه. هقف جنبه وهغير القانون لصفه عشان ياخد التصفيات ويبقى بطل الابطال بصفه نهائيه. ميرسي يا محسن. لبناني ده فريق ولا ميكروباص؟ وبعدين في فريق اسمه الموميا، ده مات قبل ما يتولد. عموما يا سيدي الف مبروك عليك الماتش كده، وصلتوا لدور الثمانيه واللي جاي ان شاء الله سهل. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. بس برضو ايه، كسحناهم ولا ايه؟ ايه الموميا؟ اوعى تفرح، ده لولاي انا كنت زمانكم مشموطين 9-1.
ده غير الثلاثة بيل اللي انا حسبتهم لك في النص الملعب. يا ابني ده انا كسبتكم وغيرت القانون عشان تكسبوا. ربنا يخليك، بس برضو احنا عملنا مجهود واحنا فريق جامد ولا ايه؟ اوعى تنسى، اوعى، وانت في زهوة الانتصار والنصر يجب ان تعلم ان انا هتكت شرف صفارتي وغيرت القانون عشان تكسب. ربنا خليك، بس المهم بقى تسد معانا لغاية دور الاربعة. انا معاك في دور الاربعة والتلاتة والاتنين لغاية النهائي. يا سلام، ربنا خليك، والموميا في كل حتة عمال تجيب اجوان، وزي ما راح الجمرة هنروح من اللبنان. مش مصدقه نفسي يا محسن، معقوله عادل اخويا اللي كان واقف ضد جوازتنا بالمرصاد دلوقتي هو اللي بيجمع بيننا؟ مش معقول، انا عمري ما هنساله الجميل ده ابدا. هو جميل اه، بس جميل مدفوع الاجر. طبعا اجر عادل اخويا عند ربنا كبير قوي. انت طيبه قوي يا سناء على فكره، وده اللي مخليني متمسك بيكي. انت ما تعرفيش القعده دي مكلفاني قد ايه. كل ده عشان طلبت 2 ليمون؟ انت كده قاعدة في مدرجات الدرجة الثالثة، اكشفي الملعب كويس. اه طب ما توضح الكلام يا محسن اكتر عشان افهم. اللي قدامك ده حكم مهزوم منكسر، كسر رايته ورمى صفارته عشان سواد عيونك. انت هتكلمني بالالغاز ولا ايه؟ ما تلغيني بالصريح اكتر من كده. عادل اخوكي عشان يسيبنا نقعد القعدة دي خلاني ابيع اعز ما املك. ايه؟ نزهتي التحكيميه وحوصله للادوار النهائيه مع ان هو كبير ويطلع من الادوار التمهيديه. لا ضحيت يا محسن قوي قوي قوي. لا ولسه كمان حوصله للكاس وخليه يعلقه في النجفه عشان كل ما دماغه تخبط فيه يفتكر الجميل اللي انا عملته له. انا مش عارفه اشكركم انتوا الاثنين قد ايه على التعب اللي انتوا بتتعبوه عشاني وعلى جمايلكم عليا. حبيبتي انا تحت امرك، انا اي خدمه بالنسبه لك يعني مفيش اي مشكله. هي دي الخطه زي ما انا قلت لكم كده، ده الفريق بتاعنا اللي بالاحمر وده الفريق بتاع جبنه قريش صفت اللبن، وده فريق صعب جدا عشان كده لازم ننفذ الخطه. ده انت يا كلبز اهو تمام، وده مين؟ انا وانا تيتي. ايوه تيتي صح. وده مين؟ انا وعوف النضاره اهو. ايه ده؟ طب انا مخرج لساني ليه دوله كده؟ مش اهبل يا ابني، اهبل لازم تطلع لساني. وده طبعا اللي واضح الملامح ومعاك كوره ها طول الوقت. انا يعني انا الرابع بتاعك. السلام عليكم. أهلاً 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 كابتن محسن، الحمد لله على السلامة والله. ألف مبروك يا عم، ألف مبروك، أديك وصلت للنهائي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، أهلاً وسهلاً. اتفضل اتفضل. شربات يلا يا رمسي شربات. لا 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 شربات إيه؟ أمال يعني أما تاخد الكأس هتعمل إيه؟ لا ده أقل حاجة بقى أتبع عجل وأفرقه على الناشئين. هتتبع عجل؟ ما تقلقش ياض. طيب بمناسبة بقى قرب وصولك للنهائي، مش نخلص موضوعنا احنا؟ موضوع ايه قوي قوي تحت امرك، اتفضل طلباتك. اصلنا وسناء بقينا خلاص روحين في فانيلا واحدة. يا سلام، ومتمددين على بساط الريح كمان يا سيدي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ومش ناقصنا غير موافقتك. امسك بس الكاس في ايدي يا معلم، ولو بالليل عايز تكتب كتابك اكتبه على طول. خلاص يبقى معادنا بكرة في الوسعاية، ومع صفارة الحكم محسن سيكا سيشهد التاريخ ماتش حياتي مع نقنق. ان شاء الله ربنا يكرمك. معلش بقى كابتن سيكا، النهارده زي ما انت شايف كده عندنا تدريبات الاحماء يعني، فمش فاضيين حتى. يا عم احماء احماء، ما انا حكم، ما اتفرج على الاحماء. اتفرج معانا؟ اه. عارفين يا اولاد مين هيقعد النهارده يتفرج عليكم؟ مين يا كابتن؟ ما هو لسه قايل قدامكم، ده انتوا كلكم اغبياء. يا سر يا دول الخطط. سر ايه؟ ما هو هيشوف يا ابني، ده هو اللي بيحكم ولا ايه يا كابتن؟ يلا يلا بقى. هات يا رمزي، رمزي معاك. بص يا دولا، بص. عايز ايه؟ بص بص. لا ما انا بأنن يا ابني، انا اناني. كابتن عادل. بعد اذنك، الدوره الرمضانيه اللي هتبدا بكره دي في كره القدم مش في الباسكت. ايه ده؟ احنا لعبنا كذا ماتش، هو اللي احنا لعبناه ده كله كان كره قدم؟
عمينا يا استاذ عادل. هات واحد زفت كمان يا واد. حرام يا استاذ مش كده، انت شربت كتير قوي النهارده. انت مالك؟ انا مش بدفع، روح هات واحد زفت كمان. عينيا يا استاذ. وعندك واحد زفت؟ خلاص بقى دولة، دي مش اخر بطولة دولة بقى، احنا ياما خسرنا. بص سيبك من رمضان اللي احنا فيه ده، انا سمعت ان في بعد العيد هيجيبوا رمضان باسبوع على طول. ضرب بقى ونركز دولة. نادل الجبان، انا اعمل فيا كده وما حكمش الماتش ده. طيب وانت كنت فين يا واد؟ 22 0 مش انت كنت واقف جون يا واد؟ يا دولة انت مش قلت لي من اول الماتش اقعد فوق العارضه؟ طب ما في كورتين جون في العارضه ما صديتهمش ليه يا واد؟ دولة بقى ماشي. بدوي. ايوه جاي. نعم يا استاذ. واحد زفت. عناية يا استاذ، خليهم اتنين زفت. ايه ده؟ وليك عين كمان تيجي نقول القهوه اللي انا معروف بقعد فيها، ايه اللي جابك هنا؟ بعد ما ضيعتنا الضياع اللي احنا فيه، ده في اتنين من الفريق في العناية المركزة. اله يموتوا عشان نخلص منه. وبعدين ماليش ذنب. انت واختك عملتوا مؤامرة علي عشان تقعدوني من التحكيم. يا سلام، وايه اللي هيدخل اختي بقى في موضوع زي كده؟ اختك سجلت لي يا حبيبي وبعدت التسجيل لميداليات، وميداليات اصدر قرار ان انا ما احكمش تاني في اي ساحه شعبيه على مدى الحياه. انت اصلا جاي وبتتنبأ لنا لابس لنا كارت انذار. اخس اخس. وانت كمان اخس. انا اخس؟ ايوه. وانت سفخس. ماشي ماشي. طبعا انتوا ضيعتوا نزاهه الكره الرياضيه كلها. فين النزاهة الرياضية؟ ها؟ فين الأخلاق؟ فين الحاجات دي كلها؟ إحساسك إيه يا عادل؟ وإنت ماسك بديل البطولة وإنت عارف إنك ما تستحقهاش. مش عايز أتصور معاك. معلش معلش. فعلاً إخس. إخس. هفضحكم. هفضحنا كلنا. في مجلة الحائط. مين ده؟ ومجلة العواميد. ولا اطلع بره، اطلع بره. بره أنا. في ثلاثة إخناتون ناقصين واثنين أنوبي وأربعة ورق بردي، فين دول؟ ورق جردي؟ هما الفراعنه برضو عادل كانوا بيقعدوا يجردوا زينا كده ولا ايه؟ احنا هنهزر؟ هجردك من قفاك على طول. معلش. ما بهزرش انا. الحاجات اللي ناقصه دي فين؟ خلاص معلش يا عادل، احنا من الصبح عادل عمالين نجرد بصراحه، من طلعه الصبح لغايه لما الواحد يا اخي جاله جرد. ماشي. البضاعه اللي ناقصه فين يا رمزي؟ اتكسروا عادل. اتكسروا؟ اه. وانا لما حاجه بتتكسر مني بقول لك ان احنا بعناها عشان ما تشيلش في نفسيتك يعني. انا بخاف عليك قوي يا عادل، يعني احنا اكتر من اخوات يا عادل، احنا ولاد عم. مفيش ولاد عم يا رمزي، الشغل ما فيهوش ولاد عم. انت هنا دلوقتي شغال معايا في البازار وفي بضاعه مش موجوده، ما عملتش حساب يوم زي ده ان هعرف؟ يا عم عادل احنا فين واليوم ده فين؟ اهو اليوم ده جه. هو ده اليوم. اه هو ده اليوم والبضاعه ضاعت. ها اعذبك بقى ولا اعمل فيك ايه؟ ماشي، خمس تماثيل اتكسر والاربع ورق البردي دول اتكسروا الاخرين؟ يا عادل في ورق بردي بيتكسروا عادل، دول اتقطعوا. اه لا انا غبي معلش، اتقطعوا ازاي بقى رمز؟ كده شش يعني على اساس ده ما يزعلش لو تش. ماشي ماشي. وايه تاني اتكسر يا رمزي؟ ياه ما تفكرنيش بقى عادل، حاجه غاليه قوي عليا الساعه بتاعتي، مع انها اخد ضد الميه وبرده اتكسرت مش عارف ازاي. ضد الميه؟ يلا بقى عمرها الاعتراضي بقى. عمرها الاعتراضي؟ طب تختار كلام تخين ليه يا ابني؟ اسمها عمرها الانفرادي. المهم ايه اللي اتكسر تاني؟ فاستين. فاستين وشيشه. شيشه واحده؟ لا اربعه عادل، ده غير بقى اللي وقع مني واتكسر، وغير اللي اتسرق، وغير اللي انا شحته. طب احنا بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ يا عادل اهدى. ماشي بنجرد ليه؟ يا عادل اهدى، ما انا عمال اقول لك يا عادل يوم الجرد ده خدوا اجازه يا اخي، كل سنه برضو يا عادل بتقعد تقول لي بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ اهو بنجرد ليه؟ اهدى يا عادل اهدى بقى شويه. ايه 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 في ايه في ايه؟ ايه يا عادل؟
انت بتزعق ليه يا حبيبي؟ بزعق ليه؟ الساعة 6 الصبح مصحينا على الدوشة والمكنسة والخلاط والتلفزيون، في ايه؟ مش عارف انام. يعني انت سمعتها؟ اه طبعا سمعتها، وتنيلت صحيت اهو. امال الست مجيدة مش عايزة تسمعها ليه؟ عشان لما اقول لك انها بتستعبط. بقول لك ايه؟ انت احترمي نفسك واعرفي تتكلمي ازاي وقولي استبحي يا صبح، ما تكلميش عن مامي بالطريقة دي. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما اقصدكيش يا سناء. اه بحسب. ايه بعيد قوي. عيب يا سناء تتكلمي معاها بالشكل ده، وبعدين احنا ما نعرفش الظروف، مش يمكن اتطرشت ولا حاجه. ماما انت بتعملي ايه يا ماما؟ بطهر البيت يا حبيبي، اوضه النوم بتاعتهم ما فيهاش شباك. اوضتهم مكمكمه. حمود ازاي تعملوا حاجه زي كده وتتجننوا قاعدين تخنقوا واحنا نايمين؟ نايمين؟ احنا اسفين قلقنا منامك يا مجيده. اصل احنا بنصحى الساعه 5 الصبح. اه بننزل نبيع اللبن اللي حلبناه من الجاموسه اللي مربينا في البلكونه. على هو انا عارفه كويس قوي انتوا بتعملوا كده ليه؟ تفتكري بنعمل كده ليه؟ ها بنعمل كده ليه؟ انتوا عايزين تزهقوني وتذلوني علشان امشي واسيب البيت، بس ده مش هيحصل جامي. برافو، سقفوا المجيده، سقفوا المجيده، اخيرا عرفت احنا بنعمل كده ليه. يلا بقى اتكلي من البيت. بقول لك يا مجيده، انا طالبه منك حاجه، كل يوم تصحي الساعه 6 الصبح تسيقي البيت بميه ساقعه، عشان ميه السخان انا محتاجاها عشان الحمام، وانتي قبل ما تروحي المدرسه تغسلي المواعين وتحضري لي الفطار. انا من رايي يا ماما انها ما تروحش المدرسه وتفضل تساعد مامتها هنا في شغل البيت، عشان حضرتك يا قلبي اول ما تصحي من النوم تلاقي الفطار بتاعك على صينيه كده سخنه بيغلي قدام باب اوضتك. ده احنا على كده بقى هنبقى الخدامين بتوعكم. طب وايه المشكله يا حبيبتي؟ ما تعملي بلقمتك يا ماما. وبعدين انت يا مجيده لا تفقهي شيء في شغل البيت، احنا بنأسسك بنعلمك صنعه تنفعك، نعلمك شغل البيت عشان لما تروحي تخدمي في بيوت الناس الزباين ما يشتكوش منك. هاو داريو، هاو داريو يا سناء. اسمعي بقى، ده مش هيحصل عشان انا متعززه يا حبيبتي. ها وده مش هيحصل ابدا. عادل شايف يا عادل؟ انا مش شايف، انا سامع وحاسس. يا عادل قوم بقى. ما ينفعش الكلام ده، ده بيتي انا، انتوا ناسيين ولا ايه؟ ودي مامتي وليها حق في البيت ده زي امك بالظبط. فهمني ولا مش فاهمني؟ وهو ده حد اللي بتعمله لاختك سناء. يا جماعة حرام عليكم بقى، حرام عليكم. يعني أنا طول الليل شغال وطول الليل بجرد ومستحمل هباب الطين رمزي ده، أجي في النهاية كمان مش عارف أنام. ما أنا لو معرفش أنام يبقى مش هعرف أروح الشغل، لو معرفتش أروح الشغل يبقى أنتوا كلكم هتروحوا تشتغلوا في البيوت. يا جماعة حرام عليكم، بابا تعبان من الشغل وعايز ينام. خلاص يا بابا روح أنت نام وأنا هسكته. يعني أنت مسؤولة عن كده يا ياسمين؟ آه، وإحنا عيال يعني؟ ياسمين طب افرضي بقى ان مجيده ما نفذتش اللي اتفقنا عليه، نعمل فيها ايه؟ هي دي مشكله؟ دي مش مشكله، ما نودهاش سينما الاطفال. معقوله ما نودهاش سينما الاطفال؟ ده احنا كده بنتك عليها قوي يا ياسمين. لا انتوا زودتوها قوي بقى، وانا عارفه كويس قوي انتوا برضو عايزين تزهقوني وتذلوني وتهينوني عشان ما اقعدش في البيت واسيبه، لكن ده مش هيحصل وهفضل قاعده على قلبيكم هنا اهو في البيت. سناء 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 تعالي تعالي. عايز ايه؟ هتذنبني ولا ايه؟ تعالي يا لطيفه تعالي. رانيا رانيا تعالي تعالي. يلا يا نجم. ياسمين تعالي. يا سناء ليه بتعملي كده في حماتي؟ انت عايز ايه يعني؟ نخدم ورا منها؟ هو يا كده يا كده، بس انا ملاحظ من اول ما جات هنا اهو البيت وانت بتتعاملي معاها بطريقه عجيبه، انا حطاها في دماغي. لعلمك بقى انا ما فكرش فيها ولا لحظه واحده ولا حطاها في دماغي خالص. دي ست كده متنشيه وعامله مانيكير كده وباديكير وطول نهارها ايديها كده اهوت وصبغه شعرها اصفر وطول النهار كل ما اتكلمها تقوم رافعه لك حاجبها كده عامله زي الفرنساويه، وبعدين كل ما اروح لها البيت فاكر تقول ايه؟ ايه لو جزمكم بره جميع احسن توسخوا السجاد، اغسلوا ايديكم بالكلور جميع احسن توسخوا الكوبايات. ده واضح تماما ان انت مش حاطاها في دماغك خالص، ده ايه التجاهل ده؟ مش قلت لك ان انا ما بفكرش فيها؟ اه لا لا خلاص، يعني ما تتكلميش عن نفسك، المهم بس يا
سناء بعد اذنك شيليها من دماغك لغايه ما انام شويه، وبعد الصلاه رجعيها تاني في دماغك. كلنا هنحطها في دماغنا، وانت يا ستي اكتر واحده حطيها في دماغك. المشكله يا عادل موجوده دلوقتي مش بعد الصلاه. المشكله موجوده على طول لعلمك، يعني انت لو بتدوري لها على حاجه يعني بتتكلم عليك زباله. تتكلم عليا انا زباله؟ دولا ايه؟ دولا انت صح ولا نايم؟ انت ايه اللي دخلك عليا اوضه النوم؟ يلا اوضه النوم يا عم، انت بتحلم، احنا في القهوه. دولا يلا يلا قوم استحمى بقى عشان نروح نصلي الجمعه. نصلي الجمعه ايه الساعه 7 الصبح؟ انت اتجننت؟ ايه يا دولا فوق كده، احنا عايزين نروح بدري عشان نلحق الصف الاول. يا دولا صف اول ايه اللي نلحقه واحنا رايحين الاستاد يا ابني؟ صلاه الجمعه في اي مكان بتصلي يا ابني. لا يا عم دي قمه الالتزام يا دولا، احنا عايزين نروح بدري النهارده عشان نلحق الخطبه من اولها، عشان عايز افهمها بقى المره دي. بس الجامع دلوقتي هتلاقيه قافل. هنقعد يا عم نفرش حصير ونقعد قدام الباب الجامع عقبال ما يفتح. بص روح انت استحمى وجهز نفسك وانا بحصلك. يلا وانا هستحمى يعني هنا في القهوه يا عادل. وفيها ايه يعني؟ عندك الغلايه على النصبه اهي، روح حط دماغك تحت الغلايه، بس اهم حاجه ما تغمضش عينيك. لا يا عم انا لسه هقعد اقلع هدومي وبتاع. يلا قوم بقى قوم بقى يا عادل بقى. ولا ابعد من قدام وشي دلوقتي بدل ما اقوم افتح لك دماغك. انت شكلك كده عايز كوبايه شاي. عينيا حاضر. نفتح بس الاول حته في النص ده. عادل دولا دولا عايز ايه؟ هو الواد حته فين؟ ما اعرفش. طب ايه عادل بتزعق ليه كده طيب فيا؟ يا عم احنا في ساعه صبحيه. اهدى اهدى يا حته ولا حته. عايز ايه؟ بقول لك يالا هو فين القناه اللي بتجيب صلاه الجمعه؟ صلاه جمعه ايه؟ هو النهارده ايه اصلا؟ قوم قوم يا عم قوم فوق كده وتوصلك وشك بكوبايتين حلبه بايدك دي واعمل لنا كوبايتين شاي. يلا يا استاذ عادل يا استاذ عادل، لما سبتك تنام هنا سبتك تنام عشان قلت لي مش هيحصل اي مشاكل. لا اله الا الله. طب هو كان هيعرف الغيب منين يعني؟ فوق فوق يعني فوق كده وقوم يلا هز طولك وامسح القهوه دي علشان الزباين لما تيجي. زباين مين اللي هيجوا الساعه 7 الصبح يوم الجمعه يا سائع؟ امشي اطلعوا بره بره بره. دولا عايز ايه؟ دولا الحق الحق حته بيقول لك اطلعوا بره. انت جبت لنا كلام يا حته؟ انا مال انا يعني؟ هو يطلع بره هو يطلع بره. امشي اطلعوا بره. الواحد ميت من التعب، السهرة بتاعت بالليل دي والشغل، الواحد جسمه اتكسر. طب وايه اللي تعبك قوي كده يعني؟ لا مفيش، المهم يعني نمت الساعة 2 بالليل، صاحي الساعة 6 على خناقة جامدة جدا بين سناء وبين أمي وبين مجيدة وبين مراتي وكل الناس بيتخانقوا مع بعض. يا دولا يا دولا ده كله علشان أنت مش مظبط بيتك. تعرف إن أنا لما كنت في البلد وفي حد بس بيفكر إن هو عايز يصحيني كنت أقوم أقتله. بالك يا دولا؟ ها عادل؟ بالك لما ببقى نايم هنا في البازار لوحدي بالليل وفي تمثال عامل دوشه اقوم اكسره. انت كام تمثال عملوا لك دوشه قبل كده؟ ثلاثة. مخصوم منك ثلاث تماثيل، وابعد عن وش السعاده يا رمزي عشان ما اغلطش فيك. هتغلط ازاي يا عادل يعني؟ ماشي يا دولا يا دولا دولا انا عايز اعرف يعني هتغلط ازاي؟ ها خلاص مش هغلط فيك انا اسف ان شاء الله. طب يلا قوم قوم بقى قوم. انت نمت خلاص ولا ايه؟ اه. طب يا عم قوم، انت كفايه نوم جلاجات كده، انت هتقضي طول اليوم نوم. قوم قوم يلا فوق كده عشان نصلي الجمعه. بص يا رمزي عايزك بس تسيبني انام شويه عشان اقوم مركز في الصلاه. انت مش نايم معايا امبارح في نفس التوقيت يا دولا؟ لا انا نمت بعديك، رحت حلقت وبتاع وظبطت نفسي. بص يا دولا انا الاسبوع اللي فات الجمعه فاتتني، والاسبوع اللي قبله برضو، انا الاسبوع ده بقى مش عايزها تفوتني. يلا بقى قوم. ماشي ماشي. انت متوضى يا رمزي؟ كنت متوضى من 5 دقايق. ما هو الجامع قافل يا عم. اعمل لك ايه؟ ماشي ماشي ماشي. ايوه كده فوق. حاضر حاضر انا عارف انت ناويها من الصبح انك انت ما تنيمنيش. حاضر ما دام كده كده بقى مش هقدر انام. يلا نروح على البيت عندي ناكل لقمه وبعدين نطلع على صلاه الجمعه. لا يا دولا روح انت ظبط نفسك وتوضى وابقى عدى عليا هنا في البازار.
تتحرش. دولا أقول لك نصيحة؟ لا. عناية. ظبط حياتك تستقيم حياتك. حد يرد على التليفون يا اخوانا، حد يرد على التليفون. الو يا رمزي، عايز ايه؟ ايه؟ هجيب لك سجادة صلاة وشبشب؟ حاضر يا سيدي. لب؟ عايز ايه لب؟ رايح جنينة الحيوانات بعد الصالة. ايه، هتزور قرايبك ولا ايه؟ ماشي، حاضر اجيب لك لب. وما تتصلش بيا تاني يا رمزي. انا مال انا تتصل بمين؟ ما تتصلش بيا وخلاص. يا اخوانا حد يفتح الباب يا رانيا. انت بتزعق لي؟ افتح الباب يا رانيا، مش شايفاني نايم. نايم وبتتكلم ازاي دي؟ انا اسف يا ستي، مش نايم. ممكن لو سمحتي بقى تفتحي الباب عشان عايز انام. وش معنى انا؟ انا صاحيه من الصبح وغسلت وطبقت ونشرت. خلي اختك اللي اسمها سناء تخلي عندها شويه دم وتعمل حاجه، ثم ان انا حلفت لا هرد على تليفونات ولا هفتح باب. اوه يا سناء، سناء يا سناء. ايوه يا عادل. الله، عملت جعل كده ليه؟ افتح الباب يا سناء. طب ما انت عندك مراتك اهي ما قاعده، ما تفتح هي الباب. يا سناء لو سمحتي، ما فيش وقت للكلام ده. افتح الباب لو سمحتي، بيرن من الصبح. انا حلفت لا هفتح بيبان ولا هرد على تليفونات. حلفتي بجد؟ برافو برافو انك حلفتي يا حبيبتي. انا كمان حلفت والله العظيم ثلاثه ما انا فاتحه الباب. يا ماما، يا ماما. ايه في ماما؟ بتنده عليا ليه؟ معلش يا ماما انا اسف يعني، بس ممكن تفتحي الباب؟ وافتحه انا ليه؟ ما عندك شحطتين يفتحوه. لو سمحت يا طنط، من فضلك ما تغلطيش فيا. ما ماما قالت الشحطتين، يعني غلطت فيا انا كمان. ومع كده انا ما ردتش عشان انا محترمه ومؤدبه. عيب عليكي، عيب عليكي تغلطي في ست كبيره زي دي، زي امك. يا ماما معلش يا ماما، افتحي يا ماما. طب ايه رايك بقى عشان الكلمتين اللي قالتهم مش هفت. واللي بره ده كمان. يا ياسمين روح افتح الباب. بس انا عارفه لو حلفت انت اخرى هقوم اكسرك. هتكسرها ازاي وانت حلفت ما تقومش من على الكنبه؟ مش هيفتح، مش هيفتح. دي الفكره يعني؟ مش هيفتح. تعالي هنا. تعالي هنا. تعالي يلا. بس على فكرة كده انت قمت من على الكنبة. لا، كانت رجلي دي لمسة، والله كانت رجلي لمسة. يلا روح تحت. ايه طرشان، مش سامعين جرس الباب؟ ايه ما سمعناش خالص، هو ضرب؟ يا رب، الحاجة غريبة جدا، ده بيت غريب جدا. السلام عليكم. ازيك يا ام ميرنا؟ عليك ازيك يا اختي، في ايه يا جماعة؟ انا بقالي ساعه مقطوعه على الباب عماله برن لما كنت هزهق وامشي. عايزه ايه يا ام ميرفة؟ ده بيختي عايزه بصلتين. احسن ابو ميرفة ما ياكلش الفوله، لازم اخرط له عليه بصل. الدوشه دي كلها يا ام ميرفة عشان بصلتين؟ الله يا سعاده، هو انا بعايزه عنكم حاجه؟ ما هو امك هي اللي سابخه مني ما اخدك النهار. يا اختي يا اختي، ده من 5 سنين. يا جماعه يا اخوانا، حد يقوم يجيب لها بصلتين. قومي يا رانيا هاتي لجارتنا ام ميرفة البصل. انت بقى ما تتامريش عليا يا سناء. تقصدي يا رانيا؟ ما قصدكيش يا سناء. بحسب. خلاص يا جماعه، سناء قومي هاتي البصل. هو انت مش قادر على مراتك هتقدر على اختك؟ خلاص تمام، ام ميرفة تخش خد البصل اللي انت عايزاه من البلكونه. يسلم بقك، عمال تتعصبوا على بعض. ايوه يا اخويا انا عارفه ان البيت بيتي. طبعا، فكرينا بقى نبقى نعمل لك مفتاح على البيت. يا عادل،
انت لازم تشوف حل المشكله اللي احنا فيها دي عشان انا خلاص مش قادره. طالما مش قادره ومش قادره تستحملي اتكي على الله وامشي. يا سلام، هو في حد اصلا وجه لي كلام يا ست سناء؟ انت عايزه ايه يا مجيده؟ انا مش قادره افهم انتوا مستويين على ايه، حاجه غريبه جدا، وانت كمان بقى اتاخر، انا مش عارفه اقعد. اتفضلي حضرتك. يا اولاد انعام، البصل يا اختي متعلق بسقف البلكونه وانا مش طايلاه حد يجي يا اولاد يجي يناولني بصل. امي عادل ناولها البصل. انا حلفت قبل كده ان انا مش هقوم من على الكنبه قبل صلاه الجمعه. بص يا ام ميرفت، شوفي اي مقشه واختفي لك اي بصلتين من فوق. اتفضلي يا اخويا. ان شاء الله يخليك ويريح قلبك. وبعدين يا عادل هتعمل ايه في المشكله اللي انا كلمتك فيها؟ انا عايز انام. هي دي طريقتك في حل المشكلات انك تنام؟ ربنا ما يجيب مشاكل، ما هو انت لو مشيتي على النظام بتاعنا هتستريحي وتريحي. قصدك ايه بقى ست انعام؟ عايزه ايه؟ عايزاني اشتغل شغاله عندك؟ لا 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 الا ماما. ماما ده صوت الحكمه، صوت الضمير، صوت العرب. كلمه ماما تمشي على رقابي كل الناس اللي في البيت وفوقيهم عادل، وبعد منهم كلمتي انا تمشي عليها. ليه بقى ان شاء الله؟ وانا هنا ايه؟ طيشه، كنبه، جردل، انا هنا صاحبه البيت وكلكم عندي ضيوف. يا اختي يا اختي يا اختي، ضيوف ده ايه؟ انا قاعده في خير ابني. خلاص خلاص خلاص، بس كفاية، أنا أحل لكم الحكاية دي. يوم السبت سناء عندها أجازة من المدرسة، هي اللي هتمسح المواعين وهي اللي هتنشفها وهتنظف المطبخ. كل واحدة فيكم ليها يومين، نجلاء يومين تنظف البيت كله، رانيا يومين تنظف البيت كله، سناء يومين تنظف البيت كله، ماما وحماتي كل واحدة مسؤولة فيكم عن أوضتها. بعد كده فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه؟ الهدوم، كل واحده هتغسل هدومها. هدومي رانيا هي المسؤوله عنها. الطلبات بتاعه البيت انا اللي هجيبها كلها من بره. عايزين اي حاجه رمزي هو اللي هينظمها لكم ويجيبها لكم لغايه البيت. يوم الجمعه اجازه لكل الناس ما عدا رمزي. في حاجه تاني؟ اوكي. ورد على التليفون وفتح الباب. هنجيب سكرتيره في البيت ان شاء الله. استاذي رئيس قسم، طب ما انت بتعرف اهو تحل وتربط، امال كنت راكن ليه؟ كنت بغير زيت. على فكرة أنا موافقة. طالما ماما قالت إنها موافقة، طبعاً أنا لازم أرضخ لرغباتها. وأنا هعمل إيه؟ بص يا ياسمين، أنت عليكي مهمة مهمة جداً. هتلمي كل الأزايز اللي موجودة في البيت وتمليها مية وتحطيها في التلاجة، ما تخليش ولا أزازة فاضية. دلوقتي بقى ممكن تسيبوني بقى، أنا هنام هنا على الكنبة، ممكن تسيبوني بقى؟ الله. طيب، يبقى أنا كده بقى هنام بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. انا خدت البصل اهو يا سعاده، ربنا يكرمك. بقول ايه يا اولاد، ماليش عندكم حزمه بصل اخضر كده من ابو الشراشيف؟ بصل؟ حاضر يا ام ميرفت، حاضر، هجيب لك حزمتين وانا راجع من الصلاه، كله بعد الصلاه، سيبوني بقى. تحب وتحن انت يا دوله بقى، اكيد بقى كنت بتمشي بقى وراها كده وتقعد تعكسها وتقول لها اكيد ماما كانت نحله علشان جابت العسل ده، اكيد ماما كانت جاموسه علشان جابت القشطه دي، صح ولا لا؟ يخرب بيتك، انت كنت بتمشي ورا اي بنت تقول لها ماما جاموسه وعايز تتحب؟ تتحب ازاي؟ يلا تتحب ازاي؟ ما فكرتش جاموسه؟ جاموسه ايه؟ عارف انا رمزي، انا كنت تقيل، انا في الجامعه كنت تقيل قوي، يعني الكلام يطلع مني بالقطاره. 4 سنين بحب واحده ولا عبرتها ولا كلمتها ولا كلمة، لغاية بقى أما خلصت الجامعة ونجحت بقى بتفوق، جبت مقبول جدا يعني مع مرتبة الدهاني، وساعتها بقى اتشجعت ورحت لها عند ممر جيمي عند التلاجة اللي هي بتاعت المية الساقعة دي، ورحت بقى إيه قلت لها بحبك، وهي كانت بتشرب من بوز الحنفيه ساعتها. طب وبعدين يا دول؟ مفيش، شربت ومشيت والحنفيه ولعت بعديها بقى. يلا مش اشكال مش اشكال، بس الذكريات، يلا ذكريات جميله ايام الجامعه دي. عارف اماني دي، هي دي كانت ملهمتي، هي دي اول واحده خلتني افكر في حكايه ان اكتب شعر وان انا اقعد بقى ايه يعني ابقى رومانسي وكده. كتبت فيها اشعار كتير. لا يا راجل. اول قصيده كتبتها فيها هنا. بص سمعك. يا ريت. اماني، هي اسمها اماني. اماني ماني ماني، اماني ياني ياني ياني، يا مدوخاني خاني خاني. يا دولة انت كنت راكب مراجيح ساعتها؟ بص اوعى اوعى تستهتر بالشعر بتاعي، ركز معايا. برغم احزاني
زاني زاني. ومع اني وحداني داني داني معاكي مش اناني ناني ناني. واروق لك الاناني ناني ناني من عند البستاني تاني تاني بني ايه تاني 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 يا اماني ناني ناني. اتنين اتنين اربعة اربعة ستة ستة تمانية تمانية عشرة عشرة. ايه ده دولة يا دي قصيدة رقمية ولا ايه؟ دي نمرة التليفون. ايه ده الموبايل بتاعها؟ موبايل ايه؟ بقول لك زمان ما كانش فيه موبايلات. موبايل قديم ممكن. نمرة التليفون بيتها. إيه طب ما تيجي نديها رنة. رنة ايه؟ بقول لك تليفون بيتها. طب دولة كلمها يا دولة كلمها ولو حد من اهلها رد يعني قول له انا زميلها. اقول له زميلها وجاي بسأل يعني عشان المحاضرة بتاعت بكرة الساعة كام؟ يا ابني الكلام ده كان زمان، كان من 15 سنة. زمانها دلوقتي بقى اتجوزت وخلفت. أو احتمال تكون ماتت أو وقعت مثلا من الشباك أو خبطتها عربية. يا ابني الاحتمالات التشاؤمية دي عموما برضو هي اللي عملته في دنيتها ما كانش قليل. ده يا ما استغلتني محاضرات، وكنت اكتب لها محاضرات ما كانش فيه تصوير بقى مستندات ساعتها، اكتبها بايدي، اكتب لنفسي واكتب لها. وكنت اجيب لها سندوتشات من ممر جيمي، شوكولاتات، عصاير، مرمطتني مصاريف. يلا الله يرحمها بقى. اتخمت بقى ونام، ما تعملش زي العيال الصغيره. نفضل نقول لك نام بدري، عندك مدرسه الصبح، عينك هتوجعك من كتر ما بتشوف التلفزيون. نام بقى وتهد. ايه اللي نام وتهد؟ لعلمك بقى انا اصلا بتفرج على الفيلم ده لان فيلمه شاددني جدا يعني صراحه. شدك والنبي ايه؟ طب حسن من كتر ما بيشدك تتكفي على وشك ما تعرفش تقوم. يا لطيفه يا لطيفه يا ظريف يا ظريف يا خفيفه يا خفيفه. اتنين اتنين اربعة اربعة ستة. ايه ده؟ هو انت اجازة بكرة؟ لا ابدا، انا اصلي لا مش اجازة. غريبة، امال ايه اللي مسهرك يعني؟ لا مفيش، اصلي في فيلم شددني جامد يعني فقاعد بتفرج عليه. طب كويس، اقعد بقى اتفرج معاك. لا ما ينفعش تتفرجي معايا لان ممكن هو شددني انا اقدر اقاومه، لكن لو شدك ممكن يشقلطك في اي حته. خش نام خش نام خش نام. ماشي ماشي يا عادل. اتنين اتنين اربعة اربعة. يا روحي سلامة نظرك، ده التليفون الريموت هناك. اه دايما بتلخبط بين التليفون والريموت. ده ايه؟ ايه ده عادي؟ ايه ايه ده؟ ده الفيلم ده بحبه جدا، ده الفيلم ده بيشدني على طول كل ما يتعرض في التلفزيون. ايوه انا الفيلم ده مش عاجبني خالص صراحه يعني، فيلم وحش، انا حتى كنت بفكر اقوم انام واسيبه يعني. دي يا عادل بقى ابعد. ايوه الفيلم ده مش بيشدني، ده بيزقني. بصي انا مش هتفرج على الفيلم، انا هخش نايمان، هخش انام انا بقى. رن يلا صباح على خير. ايوه انا عادل، مين معايا؟ ايه اماني؟ معقوله؟ ازيك اماني؟ عامله ايه؟ مين اداك النمره؟ رمزي؟ تخيلي رمزي ده اول حاجه عملها في حياته صح ان اداك النمره. طبعا يا اماني يا حاج شلا اماني. اخبارك ايه؟ والله وحشني جدا يا حاج شلا اماني. إيه؟ إيه؟ انت فين؟ لا والله يعني عارف هو بس يعني الظروف اللي حصلت يعني، لكن مسير الحي يتلاقى. طب بص بقى حاج شلقة مان، انا يعني هكلمك بقى بالليل كده في الهدوء، هنبقى نتكلم براحتنا يعني. والله زمان يا حاج شلقة مان. لا هكلمك بالليل طبعا، بس انت بقى اوعى تخرج بالليل، اوعى تروح السوق ولا الكوافير الحلاق مثلا تكون عايز تحلق ولا حاجه.
ويعني ما تنامش بدري يا حاج شلقة. ماني هكلم. ماشي يعني شوي. ماشي باي باي يا معلم. باي يا معلم. ايه في حد يقول لي معلم باي باي؟ ايه ده، وانت فكرك ايه عن المعلمين اللي هم كانوا زي بتوع زمان بقى ويلبسوا الجلابيه والعمه والبتاع؟ لا لا لا، معلمين دلوقتي مختلفين تماما. يعني مثلا عندك حد زي الحاج شلقة اماني، ده راجل خريج مدارس اجنبي. لا راجل متفتح جدا. ويا الحاج يا هخش الاوضه بقى يعني عشان يلا. مش هننام ولا ايه؟ بيبي انت وحشتني قوي. طيب ما تشوفيش وحش. ايه الرد ده يا ابني؟ ايه ماله الرد؟ ما رد زي الفل اهو. لا اكيد في حاجه مزعلك يا بيبي. بالعكس بقى، انا اكيد في حاجه مفرحاني. يعني ايه؟ ايه ده، انت هتنام ولا ايه؟ ايوه ده انا نمت اصلا من نص ساعه. يلا صباح يا اخي. وانت من اهل ايوه امان بجد وحشتك. طيب قوليها تاني كده. انت وحشتيني اكتر. يا عارفه يا اماني، يا ريتني كنت اعترفت لك من 15 سنه، اكيد كان كل حياتي اتغيرت. بس ولا يهمك، ملحوقه يا اماني ملحوقه. اماني انا ممكن اقول لك يا منمن؟ ايوه زي زمان. ايوه يا منمن منمن. ايه هتنامي؟ طيب ماشي. لا اقفل انت الاول. لا انت الاول. لا انت الاول. طب بقول لك ايه رايك نقفل احنا الاثنين مع بعض؟ ماشي هعد لغايه 7 وبعدين نقفل. 1 2 3 4 5 6 7. ها ما قفلتيش ليه؟ الو الو قفلتي؟ يا صحابي يا اهلي يا دي يا رمزي، انا عايز اخدكوا في احضاني. حاجه غريبه حاجه مريبه، الدنيا لها طعم عجيب. انا ديك واصحى من النوم الاغيب وابعت فرخات صحيح. دولا انت مزاجك عالي قوي النهارده. قوي قوي قوي. يا لا يا رمزي، ولا رمزي انت عمرك سمعت عن الحب الاولز؟ طبعا الحب الاولز ده دولة ده اكترهم تفوقا، ده شاطر جدا. فعلا هو اكترهم تفوقا، لان طبعا الحب انواع، بيبقى فيه حب فاشل وفي حب مثلا بيبقى ناجح بس بمادتين، وحب ناجح قوي بس ده بقى حب اشطرهم. ده صح يا يخرب بيتك. يا دولة انت اي حاجه يعني تخص الجنب الشمال اللي بيقعد يدق كده اسالنا انا. عارف يا رمزي، انا ندمان على العمر اللي عدى ده بعيد عن الحب الاول، بس عادي ملحوقه. وهتلحقوا ازاي دول؟ هو بيطلع الساعه كام ده؟ النهارده الساعه 5:30. ايه ده انت هتقابلها؟ من 5 و5:30 وانا واقف كتر ناك يا حبيبي عليك الكس حبيبي وانا استناك.
بس كده خطر يا دولا، كده خطر بصراحه. يعني احتمال باباها ومامتها واخوها وخالتها وبتاع يبقوا رايحين نفس المكان بالصدفه، هتعمل ايه؟ الصدفه العائليه المركبه دي انت جمعتها ازاي؟ دي عايزين البوم يا ابني دول. دي صدفه محتمليه يا دولا. لا بص يا رامي، ما تخافش ما تخافش، انت فاكر ان انا هضربك ولا يلا يا انت ابن عمي؟ يلا ده انا بحبك يلا يا رمزي. بص النهارده البازار ده بتاعك، انت مدير البازار، لا انت صاحب البازار، تعمل فيه كل اللي انت عايزه بقى، تكسر البضاعه، تقفل الباب، تفتح الباب، ما تبيعش، تنام، تصحى براحتك خالص يا رمزي، عشان تعرف انا بحبك قد ايه. ربنا يخليك يا دولا. بس اهم حاجه لو رانيا اتصلت هتقول لها ايه؟ هقول لها ما تتصليش هنا تاني يا بت. قشطه قشطه. من 5 و5:30 وانا واقف بستناك. هات الكرسي ده، هات الكرسي ده وتعالى اقعد هنا. اقعد اقعد، المشوار هب بحالي. حضرتك معلش انا اسف، يعني هو بس المكان ده محجوز يعني. يا واد قلت لك ما تلعبش في مناخير اخوك يا واد، احسن قسما عظما انسل الشبشب على وشك. حضرتك انا مش معترض يعني على تربيه اولادك يعني بالطريقه اللي انت شايفاها صح، وتنسلي الشبشب ده وضع طبيعي، انا ما تنسل اللي عليا شباشب يعني، بس حضرتك يعني يا ريت تنسليه بعيد لان هنا محجوز حضرتك يعني. نفس هزارك يا مضروب، عامل نفسك مش عارفني وبعدين تيجي وتعاكسني بعد كده. مش عارفك ايه، هو حضرتك هو انت ام اماني؟ نفس هزارك بتاع زمان بس تقل شويه، ده انا ما خلفتش غير 3 مرات، واحد راح وخلاص، وهم دول اللي فضلوا عادل وعدوله. تقول لي يا بنتي اماني مسميهم عادل وعدوله ليه؟ اقول لك على اسمك، بيفكروني بيك. عادل اكلمه لما ابقى عايز اتكلم معاك كده في موضوع مهم، موضوع جد، انما عدوله بقى لما ابقى عايز افتكر ايام زمان، ايام سكشن 4 ومدرج 6 اللي قدام حمام الصبيان. حمام الصبيان حضرتك بصي انت صراحه يعني شكلك مش اماني خالص. انا عارفه ان انا حلوت واتدورت شويه. اتدورت ايه؟ قولي اتكعبرتي يعني. معلش لو حضرتك اماني انا بقى مش عادي. بطل بقى هزارك البايخ ده. حضرتك بصي ماشي، لو شكلك مثلا اتغير هنقول عوامل التعريه، عوامل التغطيه، لكن كمان صوتك اتغير ازاي؟ يعني حضرتك وانت بتكلميني في التليفون انا كنت سامع صوت مختلف تماما، ده انا السماعه كانت بتترعش، كان صوتك واصل لي نغمات مجسمه. انا كده صوتي في التليفونات وتليفونات الترنكات والكباين يبقى كده. هو انتوا مركبين في بيتكم كابين التليفونات ولا ايه؟ بصي حضرتك عموما يعني حتى لو انت اماني فانا خلاص يعني متشكر قوي وفرصه سعيده وسلام عليكم. سلام عليكم يعني ايه؟ يعني مش هشوفك ولا ايه؟ حضرتك ما تشوفيش وحش يعني، كمان 15 سنه ان شاء الله هتشوفيني وبراحتك خالص، ويكونوا حتى الاولاد كبروا ما بقوش يلعبوا في مناخير بعض يعني. سلام عليكم. 5 ايه و15 ان شاء الله؟ اقعد استناك 15 سنه؟ طب انا اروح فين ال 15 سنه؟ اقعد فين ال 15 سنه؟ ايوه حضرتك يعني عادي جدا تقعدي مع ابو عادل وعدوله يعني. ابو عادل يا اخويا خلع، خلع من اول رجل اديتها له بعد الوهاتك اللي قلتها لي. حضرتك بصي يعني خلع ما خلعش انا مش مسؤول عن الحكايه دي خالص يعني. اني مش مسؤول عن الحكايه دي؟ بقول لك ايه، انا شامه كده يا اخويا بقى ريحه جيش يقرب، وسيبيني اكون نفسي واسطر اختي الاول، وابويا هيحرمني من الميراث وهيسلم الميراث لاخويا اللي مش شقيقي وحاجات كده. انت عايز تخلع ولا ايه؟ ايه انت هتخوفيني يعني؟ ما انا برضو شامم يعني. شامم ايه عينيا؟ شامم ريحه نضرب لنا ورقتين عرفي، وبقول لك ايه، هو الواد اللي في بطني ده ابني زي ما هو ابنك، ونعمل تحليل دي ان ايه ونلف على المعامل. لا لا مش كل الطير اللي تاكل لحمه، انا مش كده. اسمع بقى يا حبيبي، انا غير كل البنات دول، تحب تسمع؟ احب اسمع. سمعني. سمعك يا عينيا. ايه ده اهو؟
يعني اقول مبنى الاذاعه ده بيطلع منه الشرايط دي ازاي؟ يعني كنت اعترفت لك من 15 سنه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اكيد كان كل حياتي اتغيرت. ايه ده؟ لا 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 حرام عليكي، انت ايه؟ انت ما عندكيش اخوات بلاستيك، حرام عليكي. تعملي فيا كده؟ تمسكي عليا زله عشان امنت لك؟ كان عندي وخلص يا عينيا. انا عملت لك ايه طيب؟ يعني حضرتك طيب طلباتك ايه؟ تكتب عليا حالا يا اخويا، انا خلاص سمعتي اتلطت. ايوه اكتب عليكي ايه بس؟ يعني حضرتك ده صعب، يعني صعب ان انا اعمل حاجه زي كده، انا راجل متجوز وعندي بنت. يا اسمع بقى يا عدوله يا حبيبي، انا عسل يا عسلي ومر مر، لا تدوق عسلي لا دواك المر. حضرتك انت ايه بتخوفيني يعني ولا ايه؟ ما انا برضو يعني ما انا برضو شرباطي شربات وخلي خل، يا تدوقي شرباطي ينقعك في الخل. ها؟ ايوه في تماثيل وفي طفات وفي كل حاجه. خلاص ماشي يا فندم، سلام. قوم يلا قوم يلا. كده تديها نمرتي يا حيوان. ايه ده هي رفضتك؟ يا ريت رفضتني، دي مسكت فيا بايديها واسنانها عايزه تدبسني في جوازها. شرع ربنا يا دوله، ايه انت لسه معاك ثلاثة يا ابني؟ وبعدين بص، احسن انك تطلق رانيا اصلا وابتدي من الصفر. يا ابني اساسا مضطر اطلق رانيا. ايه رانيا بالنسبه لها ملاك، ده كفايه ياسمين بس الواحد يبص في وشها الساعه الصبح. ايه اقدم لك سيد اخويا، سيد مستودع. هو ده يا بيت؟ هو يا اخويا. بقى انت بقى بتغرغر باختي. غرغر بيها ازاي حضرتك؟ ما ينفعش نغرغر بيها خالص، دي ممكن يبقى فيه استحلاب بس على صغير يعني. غرغر ولا ما غرغرش يا بيت؟ غرغر يا اخويا بس على خفيف كده. اخس يا دول عليك، اخس بقى. انت تطلع توم وندل للدرجه دي؟ يا بص بقى معلم، لازم يكتب عليها. الله ينور عليك يا هندسه. ما احنا لينا اخوات بنات برضو. وبعدين الغلط ملموم. ولا بص، مش ناقصك النهارده خالص، اطلع بره. ايه انت عايز توملس؟ ما اشوف بقى، ذوق عافيه، يمين شمال فوق تحت، حركات مكسرات، ابيض على اسود، هتصلح يعني هتصلح. حضرتك اصلح ايه؟ ما هي زي الفل قدامك، مش محتاجه اي تصليح. وبعدين حضرتك انا معيش العده يعني، وبعدين حتى لو معايا العده اجيب لها منين قطع؟ وبعدين حضرتك النهارده احنا اجازه عشان عيد العمال. يعني مش عايز تصلح؟ خلص الكلام. وانا تيتو معمنا معلمي. ايه ده تيتو مش شبه الفيلم خالص. ولا حرب ايطاليا. معانا معلمي. حرب ايطاليا هو يالا، بس قبل ما يجي بقى على مصر على طول، كان اما جه مصر حالا. ولا مافيا. معانا سيدي معلمين. ايه ده وحضرتك عندك كله اكشن كده؟ مفيش حاجه خفيف رومانسي مثلا؟ العشق والهوى، شورت وفانيلا وكاب. وده كاب. عمرك يا معلم، هو ده. ايه ده ما شاء الله، شكله طيب عنهم خالص، واد الشورت فعلا والفانيلا والكاب. ما ده الصغير بس ملوش كلمه هنا. يا سلام، اهلا وسهلا بيهم كلهم، يعني مجموعه هايله. ده الصغير اكيد ما جابش ايرادات طبعا يعني. انا برضو عندي الصغير ده ملوش كلمه. واد رمزي بص ملوش كلمه ولا ليه حضور حتى حضرتك. عموما انا جاهز، يلا ابتدوا تضربوا بقى عشان مستعجل. يلا هتضربوا في الوش الاول ولا ايه؟ بصي انا غلطان وندمان ومش هسالك يعني صراحه هتعملي فيا ايه، ولو انت قلقانه ان انا اخونك يعني واتجوزها، لا اكيد مش هتجوزها، حتى لو سيد مستودع ده فجر فيا المستودع كله يعني. محدش يقدر يمس شعره منك طول ما انا عايش على وش الدنيا. ربنا يخليكي ليا يا رانيا. هتعملي ايه؟ سيبنا نتصرف. ماشي يعني خلاص مسامحاني؟ لا طبعا ما سامحتكش، سيبنا نتصرف الاول وبعدين يجي بعد كده حسابنا مع بعض. ماشي اوكي. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ تتنام جنبي هنا ولا ايه؟ يلا حبيبي، يلا يا بابا اجي ننام بره يلا.